وللمزيد من الحديث ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر. أستاذ محمود، مرحبا بك. أهلا وسهلا يا فندم، ومرحبا بك وبالجمهور المصري كله. أهلا بك. أيام قليلة تفصلنا عن بداية الانتخابات الرئاسية المصرية في الداخل، وساعات قليلة تفصلنا عن الصمت، بداية مرحلة الصمت الانتخابي قبل 48 ساعة من بداية الانتخابات. ما هو دور الأحزاب المصرية في توعية الناخبين والمواطنين المصريين بضرورة المشاركة في هذا العرس الديمقراطي في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها مصر والمنطقة بأكملها؟ أنا عايز أقول إن كان في دور كبير قوي للأحزاب المصرية، كان سواء حزب مستقبل الوطن أو حماة الوطن أو حزب المؤتمر أو باقي الأحزاب. كان في مؤتمرات اتعملت في كل أنحاء مصر. إحنا كحزب مؤتمر، يمكن أمس كان في أكبر مؤتمر في كفر الشيخ، قبلها رحنا شمال سيناء، رحنا جنوب سيناء، رحنا الصعيد، عملنا توعية للمواطن المصري، عرفنا النهارده يعني إيه ينزل يثبت للعالم كله إن مصر فيها ديمقراطية. وجود أكتر من مرشح معانا في الفترة دي، ثلاث مرشحين الآخرين، يدل إن مصر الديمقراطية موجودة فيها، وبالرد على كل الإشاعات المغرضة اللي قالوا إن مفيش ديمقراطية في مصر. بالعكس، كل مرشح نزل وكل مرشح عمل الدعاية بتاعته وكل مرشح اتكلم مع الناس وعرض البرنامج الانتخابي، ولكن المواطن المصري النهارده احنا بنقول عايزين نستكمل المشروعات بتاعتنا القومية اللي اتعملت الفترة اللي فاتت، عايزين نخش في فترة الحصاد، عايزين نقول للمواطن المصري انزل النهارده عشان تثبت للعالم كله ان ده إرادة شعبية واختيار شعبي من شعب محترم، من شباب مصري محترم، من مرأة مصرية، من شيوخ، من جميع أطياف الشعب المصري. كان في كرنفال اتعمل في المصريين في الخارج، وده يمكن شفناه بقوه جدا، واحنا كاحزاب كنا بندعم الكلام ده، سواء بخدمات لوجستيه هتتعمل اثناء فتره الانتخابات، او خدمات ازاي نقول للمواطن ازاي تنتخب صح، وازاي تعلم على مرشح واحد عشان ما تبطلش الصوت بتاعك، بالرد على الاشاعات اللي بتطلع الفتره دي وده كان وقت ظهور الاشاعات لاي مرشح انتخابي، وخاصه المرشح عبد الفتاح السيسي، ان هم مشكله اللي بيحصل في التموين، وكان الرقابه الاداريه يمكن هي قبضت على اكبر شبكه فساد في وزاره التموين. ده عايز يقول للناس ان مصر موجوده بخير، وان الشعب المصري فيه اجهزه رقابيه شغاله بقوه. الاحزاب النهارده بدات تنزل تقول لك انجازات الرئيس، وضع مصر في الخريطه الاقليميه للدول، ده كان موضوع كبير جدا ان هو حصل. سياده الرئيس لما رد النهارده وقف في القضيه الفلسطينيه، وكان هو اللي ليه الباع الطويل في التعامل مع الصهاينه، واتكلم ودخل وكان مع قطر، وحافظنا على تبادل الاسرى بسلام، ووقف الهدنه اطلاق النار. ده كان من الاشياء اللي رفعت اسهم جمهوريه مصر العربيه قدام الشعب كله، وقلنا كرامه المصري وكرامه العربي لما قال لك ان سينا خط احمر وغزه في القلب. الناس كان لازم تعرف الكلام ده. المواطن البسيط اللي في كل ربوع مصر وكل نجوع مصر وكل حته يعرف، مش شرط يكون في المحافظات الكبيره، ولكن انت عندك من حلايب وشلاتين لحد مطروح، لحد شمال سينا وجنوب سينا، في ناس ما تعرفش ايه اللي بيحصل. فاحنا دورنا كاحزاب سياسيه ان احنا اتكلمنا ووضحنا لهم ايه اللي حصل، ايه الانجازات، المشاريع الاقتصاديه، سواء شبكة الطرق اللي اتعملت الفترة اللي فاتت وحصل فيها. وأنا بتكلم كأبطان بحري مصري، بقول إن قناة السويس اللي حاربوا سيادة الرئيس فيها، بتكلم في تخصصي كنائب رئيس حزب المؤتمر للشؤون البحرية، بقول للمصريين 7 مليار دولار دخلوا. ده كان رد على الإشاعة إن هو وقف القناة الإسرائيلية اللي كانت عايزة تتعمل موازية لقناة السويس. الناس ما كانتش تعرف الكلام ده يا فندم، ولا عارفين يعني إيه مشروع بحري أمني رقم واحد، مشروع اقتصادي رقم اثنين، اللوجيستيك اللي حصل على جانبي قناة السويس، تطوير المواني اللي حصل، والفترة الجاية بجاري عرض على سيادة الرئيس إنشاء أسطول بحري تجاري مصري، منها مراكب البترول ومراكب الركاب ومراكب البضائع. ده اتكلمنا فيه. فعايز أقول لحضرتك إن الأحزاب السياسية لأول مرة، أو مش لأول مرة، تكثفت كلها وكانت على قلب رجل واحد بنسبة 95% أو 99% من الأحزاب السياسية على قلب رجل واحد باختيار السيد المرشح عبد الفتاح سعيد خليل السيسي. عايزين نقول اللي إحنا وراك، إحنا وراك بكل حاجة، زي ما قال لك ربنا، أنا ربنا اللي جابني، وهو اللي لو أنتم مش عايزيني، لا إحنا عايزينه. امبارح كان في استاد القاهرة أكبر مؤتمر كبير ختامي لحزب مستقبل وطن،
في كفر الشيخ اكبر مؤتمر لحزب المؤتمر، حماه الوطن كان عامل قبلها اكبر مؤتمر ومعظم الاحزاب. فعايزين نقول ان احنا شغالين بقوه، والاحزاب كان ليها دور كبير وما زال هذا الدور مستمر للنهايه. هذا عن دور الاحزاب في المرحله الحاليه في اظهار الصوره الديمقراطيه الصحيحه امام مصر والعالم، ولكن ما هو دور الاحزاب والقوى السياسيه المختلفه فيما بعد الانتخابات لدعم القياده السياسيه ايا كانت في المرحله القادمه؟ دي اهم حاجه احنا بنتكلم فيها، ان احنا لازم تكون العلاقه بين الاحزاب علاقه تكامليه وليس علاقه تنافسيه، سواء في الرقابه والتشريع في مجلس النواب او مجلس الشيوخ، في ان احنا نقف بقى نقول احنا فوقنا خلاص، احنا كمصريين فوقنا كاحزاب، والدور بدا يبقى الدور فعال. عايزين نلغي الاحزاب زمان لما كانوا بيتعاملوا مع بعض بتنافس ضد الدوله، بالعكس احنا كلنا النهارده بنقعد مع بعض على 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 الترابيزه المستديره او المائده المستديره، بنتكلم في كل حاجه تخص الدوله، وجميع اللي موجودين النهارده في هذه الاحزاب تم انتقائهم واختيارهم الشعب بدقه عاليه. لا دي احنا دورنا اكبر ما بعد، زي ما بيقولوا خدمه ما بعد البيع. احنا النهارده بعد ان شاء الله باذن الله نجاح السيد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، الدور على الاحزاب اصبح اقوى من الاول، التثقيف مع الشعب مع المصريين، دورنا في الشارع السياسي، دورنا مع المواطن البسيط، دورنا في منظومة الصحة، دورنا في منظومة التعليم، هو ده دور الأحزاب الفعلي، مش دور الأحزاب يبقى فيه نقد ولكن نقد بناء للدولة، فده دور احنا معتمدين عليه، ومحطوط خطة كبيرة منسقين فيها مع بعض، سواء مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أو مع منظمات مجتمع مدني محترمة، أو مع الأحزاب السياسية، أو مع الشخصيات العامة. زي ما حصل في الحوار الوطني اللي فات برضه، كان في طبعا اندماج غير عادي وافكار غير عاديه، وطلعنا فيها بروشته معرجته معينه اتقدمت للسادة الرئيس وهتتعرض على مجلس النواب. فالدور النهارده دور كل مصري، ده واجب وطني على كل مصري. سيادة الرئيس مش هيبقى لوحده، مش هيقدر يعمل كل حاجه لوحده، لازم وجود الاحزاب في ظهره وجود السياسيين في ظهره عشان كل حاجه تتم بقوه، ونحن نعمل على قدم المنطق في هذا الموضوع. وفي ملف كامل من كل حزب بيقدم لسياده الرئيس وللرئاسه عن مشروعات جديده ونقف ورا فيها، ما نجيش نتكلم عن نقول احنا لا احنا شغالين ايه اللي حصل فتره فاتت. اي ثوره في الدنيا لازم بعديها يبقى في فتره تعافي، احنا لسه في هذه الفتره للتعافي. ما تنساش ان كان عندك ازمه كورونا يا فندم، وعندك حرب اوكرانيا وروسيا، وعندك دلوقتي مشكله غزه والسودان شويه. النهارده سيادتك بتتعامل في الموضوع ده بحذر شديد، معاك رجل كان رئيس المخابرات الحربيه، ده يقدر ازاي يتعامل بحنكه عاليه في نفس الوقت ان هو قدر يعمل شبكه طرق على اعلى مستوى، قدر ان هو يقضي على فيروس سي، قدر ان هو حاجات كتير حدث ولا حرج. مهما اتكلمنا في حكايه وطن، فاحنا دورنا اكيد دور فعال وجاهزين ليه باذن الله تعالى. صحيح. نعود مره اخرى الى تعدد المرشحين في هذه الانتخابات والمنافسة بينهم وحرية الاختيار الممنوحة بين أكثر من مرشح لدى الناخبين، كيف تسهم فكرة تعدد المرشحين في إثراء العملية السياسية، ليس فقط في إظهار الصورة الديمقراطية ولكن في إثراء العملية السياسية برمتها في مصر؟ أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، يمكن إحنا إمبارح كنا في مؤتمر وأنا كنت بتكلم وقلت أنا برشح كل بحيي كل مرشح نزل في السباق الانتخابي، وده إن كان يدل إن في ديمقراطية حقيقية، إن مفيش أي قمع ولا أي حاجة خالص، لا القمع ده مش موجود نهائي عندنا، ولا إن في أي حاجة ممكن إن هو يقول لك مصر. كان في إشاعات طلعت الفترة اللي فاتت، الإشاعات دي طبعًا طلعت قال لك المرشح الفلان مانعين نعمل له توكيلات، بالعكس الدنيا موجوده كلها والتوكيلات بتتعمل والمرشحين موجود، سواء حزب الوفد من اقدم الاحزاب السياسيه اللي موجوده في مصر، وده طبعا حزب محترم، حزب الشعب الجمهوري المرشح اللي نازل عنه، حزب العدل المرشح او حزب التجمع، يعني هذه الاحزاب الموضوع يدل ان في ثراء في الشارع السياسي، وان الاحزاب كلها موجوده وموجوده بتقول احنا موجودين، بدليل ان السوشيال ميديا مليانه كل السياسيين نازلين وبيتكلموا وواقفين وبيقولوا. مش معنى كده يا جماعه ان الناس دي خونه، بالعكس الناس دي ناس وطنيه، ناس عارفه بتعمل ايه، وكل واحد لازم يكون دروسه اللي اختلفوا عليهم، فكل واحد لازم يكون ليه وجهه نظر معينه وليه رساله معينه وليه فكر معين وبيختار مرشح معين.
في واحد بيبص ناحيه اقتصاديه، في واحد بيبص لناحيه امنيه، في واحد بيقول لك الراجل ده عمل ايه واحنا عايزين نكمل المسيره. فده بيقول للعالم كله وخاصه اللي بيحاربونا بره والاعلام المغلوط علينا ان احنا في مصر دوله ديمقراطيه تحت قياده شعب رئيس محترم وسمح لان اكثر من مرشح ان هو ينزل. الاشاعات اللي طلعت دي ليس لها اي اساس من الصحه. وباذن الله انا بدعو المواطنين يوم 11 و12 و13 يعملوا كرنفال شعبي كبير يقولوا للعالم انا مصري، انا موجود، انا موجود بقوه والمصريين موجودين. وبدعو المراه المصريه بصفه خاصه ان هي تنزل الزوج والابن والاخ وتقول له انزل انتخب، انزل انتخب، انتخب اللي انت عايزه، ولكن الشعب يشوف والناس تشوف احنا بنعمل ايه. نعم، أشكرك شكرا جزيلا السيد محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر، شكرا جزيلا لك.